صباح الخير، أهلا وسهلا جميعا. أنا محمد شعار، سايبر سيكيورتي سبيشالست شركة اي بي اس مينا ادفانسد بزنس سولوشنز. شركة اي بي اس مينا مينلي مختصة بمنتجات السيكيورتي، عندها إمكانية تورد المنتجات الحلول الأمنية الرائدة على مستوى العالم بمختلف أنواعها، بالإضافة لكاتيجوري ثاني من المنتجات اللي هو الانفراستراكشرز اللي بيتراوح من النتورك ديفايسز للسكيورتي سوليوشنز المتخصصه بالانفراستراكشر للهايبرد كونفرزد انفراستراكشر سوليوشنز. جلستنا اليوم رح نحكي عن الفلنربيلتي مانجمنت بشكل عام، حنحكي شو هي الثغرات، حيكون في عنا سكشن كامل حنحكي فيه عن كيفيه تطبيق اداره الثغرات الامنيه خلال داخل المنظمات بحيث نوفر اكبر قدر ممكن من الفائده وتسكير الثغرات اللي ممكن تعرض الشركات للخطر. مواضيع الجلسة، هتكون الجلسة عبارة عن ثلاث أقسام. بأول قسم هناخد لمحة عامة، هناخد مقدمة هنحكي فيها عن بعض التعاريف المهمة بتساعدنا على فهم السلايدات اللي جاي بقلب الجلسة. هنحكي شو هي الثغرات، هنحكي شو هو التهديد الأمني، هنضوي شو معنات كلمة ريسك بالنسبة للشركات. بعدين هناخد إحدى الإحصائيات الأمنية على مستوى العالم لنعمل هايلايت عن ريسك اوف فولنربيليتيز، المخاطر اللي بتتعرض لهم الشركات من استثمار الثغرات. باخر قسم من الجزء الاول حنحكي عن انواع المسح الامني، حنعطي شويه ريكومنديشنز وحنحكي بعض الملاحظات عن كيفيه تسكير الثغرات. بالقسم الثاني حنفوت اكثر بتفاصيل عمليه اداره نقاط الضعف بالمؤسسات او الهيئات، حنحكي شو هي إدارة نقاط الضعف وليش من الأهمية بمكان تكون مطبقة بقلب الشركات. بالجزء الثاني حنحكي step by step guide كيف فينا نطبق vulnerability management program بحيث يكون optimal و effective و efficient. بعدين حننتقل لموضوع قد يكون بعيد قليلا ولكن هو كتير مهم ومرتبط بال vulnerability management، هو secure baseline configuration اللي هي الإعدادات الآمنة بأقل درجة مقبولة. وحننهي الجزء الثاني بمجموعة من الـ recommendations اللي حتقدم فائدة كبيرة مثل tips or tricks. القسم الثالث حيكون عبارة عن quick demo، حنشوف أحد المنتجات المسؤولة عن vulnerability management، أحد المنتجات الرائدة، حناخد بعض الـ examples، حنستعرض بعض الـ reports ونشوف شو الفوائد اللي ممكن تأخذها الشركات من هيك solutions. قبل ما نبلش البرزنتيشن خلينا نطلب من حضراتكم اللي عنده أي سؤال في ببساطة يكتب السؤال بالتشات بوكس، نحن فينا نجاوب عليه بنهاية كل سكشن. حيكون في عنا مجموعة من الاستفتاءات، نتمنى من الجميع المشاركة، الاستفتاءات كتير مهمة بالنسبة لنا لنعرف كيف فينا نحسن الماتيريال بالجلسات لاحقة. حنبلش جزءنا الأول وحنحكي عن بعض التعريف الهامة. من أهم النقط اللي لازم نكون عارفانين معناها بشكل دقيق اللي هو الثريت. الثريت بالعربي فينا نقول إنه هو عبارة عن التهديد. شو مقصود نحن بالتهديد؟ التهديد هو أي نوع من المخاطر اللي ممكن يأثر على سيرفيس معينة، ممكن يأثر على بيانات معينة، قد يكون في تهديد أمني بسبب تلف بالبيانات أو سرقة بالبيانات، أو ممكن يعمل توقيف لسيرفيس كاملة. الثريت فور اكزامبلز في عنا الماليشس اكترز بالانترنت، هاكرز فور اكزامبلز. نوع تاني من الثريتس ممكن يكون مالوير، ممكن يكون امبلوي احد الموظفين ناقمين على الشركة، ممكن يكون في عنا ناتشورال ديزاستر، طوفان لا سمح الله او حريق، كل هدول نحن بنعتبرهم ثريت. النقطة الثانية اللي هي الفلنربيليتي. الفلنربيليتي هي عبارة عن ضعف أو عيب معين على مستوى هاردوير أو سوفتوير أو حتى على مستوى موظفين بيرسونيل. هذا الضعف ممكن يتم استثماره، وبالتالي عن طريق استثماره ممكن يؤدي هذا الشيء لتعطيل بالموارد. فإحنا فينا نقول إنه الفلنربيليتي هي ثغرة ممكن استثمارها ليحقق
الثريت أكتر يعطينا عليهم examples يحقق أهدافه عبر المؤسسة. آخر نقطة اللي هي الريسك. الريسك ممكن يكون له كذا نوع اللي هو الخطر. قد يكون في عنا ريسك إلكتروني سايبر ريسك أو خطر مالي financial risk. ممكن يكون في عنا أخطار reputational اللي هي الأخطار اللي بتأثر على سمعة كيان معين، أو ممكن يكون في عنا أخطار خلينا نقول خطيرة جدا اللي هي ممكن legally شيء قانوني. ولكن احنا هون خلينا نركز على نقطة انه نحن عم نحكي كريسك بدنا نعرف خطورة ثغرة معينة. فنحن مثل ما شايفين بأسفل السلايد الريسك هو عبارة عن threat probability احتمالية حدوث تهديد معين بيعطينا عليهم example ضرب خلينا نقول تأثير ثغرة معينة. ففينا نشوف فينا نشوف بهذا السلايد خلينا بس نشغل البوينتر. فينا نشوف هون على اليسار likelihood. likelihood هي عبارة عن احتمالية وقوع تهديد معين، فهي إلى كذا تايب: very unlikely هو غير محتمل جدا، unlikely غير محتمل، possible ممكن، likely احتمالية حدوثه جيدة، very likely احتمالية وقوعه كبيرة. إذا منشوف بأعلى التابل الامباكت، الامباكت المقصود فيه تأثير ثغرة معينة، وبتراوح من negligible اللي هو يمكن إهماله، minor هو بسيط، moderate متوسط، significant هام، severe هو خطير جدا. فمن هون فينا نشوف بهذا التابل الايتمز اللي داخل التابل هن بيمثلوا الريسك. فور اكزامبل اذا في عنا ثريت احتمالية وقوعه هي possible فور اكزامبل، والامباكت اوف ثغرة معينة هو moderate، فحيكون الريسك عبارة عن medium. ولكن اذا عندي ثغرة الامباكت تبعها هو severe واحتمالية تهديد معين هو likely ما وصل لأعلى مرحلة اللي هي very likely، فالخطر بيكون هاي. فمنشوف انه الاخطار بتتراوح من low, low mid, medium, medium high and high. ففي عنا 5 categories of risk. حنكفي بموضوع التعريف، وهذا السلايد كتير مهم لنقدر نفهم الفرق بين vulnerability assessment and security audit. هدول المصطلحين في ممكن نشوفهم بالحياة العملية عم يستخدمهم الاشخاص بوصف شغلات متبادلة، وهذا الشيء عبارة عن خطأ. فنحن راح نوضح بهذا السلايد شو المقصود بـ Vulnerability Assessment، شو المقصود بـ Security Audit. Vulnerability Assessment هي عملية اكتشاف الثغرات وتحليل هذه الثغرات على أنظمة مؤسسة معينة. فبيصير عند الشركات Complete Visibility شو عندهم Assets، وعلى هي الأسets شو في عندنا ثغرات، ومن نتائج التحليل بنعرف قديش خطورة هي الثغرات. بالمقابل السكيورتي اوديت، السكيورتي اوديت مختلف كليا بالمبدا عن vulnerability assessment. السكيورتي اوديت هو عمليه تقييم لضوابط امنيه معينه تابعه لمعيار امني معين. فالسكيورتي اوديت ممكن تجي على معيار امني عالمي او معيار خلينا نقول معيار صناعي عالمي. في عندنا البي سي اي دي اس اس بيمنت كارد اندستري داتا سكيورتي ستاندردز، في عندنا الايزو. او ممكن يكون السكيورتي اوديت هو على البوليسيز الموجودة بقلب الشركة. فبيكون بقلب البوليسيز في مجموعة من الكنترول، هدول الكنترولز بدنا نتأكد من جودة تطبيقهم على أنظمة الشبكة. حكينا عن الثغرات، ولكن الثغرات خلينا نعرف كيف بتنشأ الثغرات. الثغرات إلى منشأين لا ثالث لهما إذا بدنا نحكي تكنيكلي على الثغرات التقنية. بأول مرحلة هو الكود. الكود اللي بينصنع منه بلاتفورم معينة أو أبلاينس معين ممكن يكون مكتوب بطريقة ما لا سكيور، وبالتالي في عنا البروغرامينج ميستيكس. فور إكزامبل سايز أوف داتا بافر، الأشخاص اللي عم يكتبوا بروغرام معين عم يستخدموا بافرينج، ولكن هذا البافرينج هو ما لو عمل له ضبط بطريقة ما تسمح بأنه أحد أو سيستم معين يدخل فيه داتا أكبر من الحجم اللي المفروض يكون هذا البفر عم يتخزن ضمنه. إحدى الإحصائيات بتقول إنه بكل 1000 سطر برمجي يوجد بين 25 باغ
طبعا هاي هدول الباجز قد يكونوا بيسببوا سكيورتي ايشو او ممكن يسببوا فانكشنال ايشو، ولكن بكلتا الحالتين الرقم كتير كبير. في عنا سوفت ويرز مشكله من ملايين الاسطر البرمجيه، فمنشوف بالتالي انه عدد الثغرات وعدد العيوب عم يتزايد بشكل اسي. فممكن ببلاتفورمز معينه او سوفت وير معين يكون في عنا ثغرات اعدادها بالالاف، وهذا الشيء بتشوفه الشركات بقلب اللي عم يشتغلوا Vulnerability Management Exercise، بيشوفوا عدد الثغرات اللي عندهم إياها بقلب الشركة كتير كبير. فعلى كل بلاتفورم ممكن يتراوح عدد الثغرات بين 10 وبين 1000 أو ببعض الأحيان عدة آلاف من الثغرات. المسبب الثاني للثغرات اللي هو Configuration. الكونفيجريشن مثل ما كلنا بنعرف هو عبارة عن إعدادات معينة تتركب على ديفايس معين أو على software معين، ولكن للأسف منشوف إنه بمعظم الحالات ما بيكون في دراية أمنية عند الشركات. فأي ديفايس أو بلاتفورم أو سوفتوير بنعمل له إنستوليشن بقلب الشركة بينترك على ديفولت كونفيجريشن. ديفولت كونفيجريشن من اسمه هو الإعدادات الافتراضية. ما في بالتعريف تبع ديفولت كونفيجريشن أي كلمة بتقول إنه هذا الكونفيجريشن هو كومبليت سيكيور. فلحنا الديفولت كونفيجريشن ببعض الأحيان بيكون عبارة عن كيلينج سويتش، فهو عبارة عن ثغرة نائمة عم تستنى هاكر معين أو ثريت أكتر معين ليقدر يستثمرها ويخرب هاي الأسيت. قد لا يكون الكونفيجريشن هو ترك لديفولت كونفيجريشن، ممكن ديفولت كونفيجريشن بالكامل تكون مغيرة، ولكن مغيرة بطريقة غير كافية اللي هي بنسميها improper or insecure system configuration. فممكن يجي أحد الأشخاص ويغير الديفولت كونفيجريشن لكونفيجريشن تاني، ولكن ينشئ لنا هذا التشينج، يؤدي هذا التشينج لوجود ثغرة أكبر من الثغرة القديمة اللي كانت موجودة بالديفولت كونفيجريشن. فبنرجع بنقول في عنا مسببين للثغرات. المسبب الأول هو ثغرات على مستوى البروغرامينج، على مستوى الكود اللي انكتبت فيه البلاتفورم، والثغرات الثانية هي على مستوى الكونفيجريشن اللي عم تضبط أداء السوفتوير أو البلاتفورم. القسم الثاني من الجزء الأول حنحكي عن إحصائيات عالمية تعملنا هايلايت، خلينا نفهم سيكيورتي بوتشر بالعالم. إحدى الشركات المسؤولة عن incident response اللي هي الاستجابة للحوادث الأمنية بالإضافة لعمليات البنتريشن تيستينج، فهي شركة بتقدم هدول التو سيرفيسز، البنتريشن تيستينج اختبارات الاختراق وبتقدم الاستجابة للحوادث الأمنية. بأحد السنوات عملوا إحصائية، اكتشفوا بالإحصائية أنه 73% من الحالات اللي نفذوا فيها اكسرسايز البنتريشن تيستينج كان في only perimeter protection، يعني عندهم firewall، عندهم IPS عم يحموا فقط الإيدج تبع النتورك وما مطبقين security solutions بقلب الشبكة. فب 73% من الحالات كان البريميتر بروتكشن ما له كافي انه يمنع البنتريشن، فهن قدروا يخترقوا هاي الشركات بوجود السكيورتي سوليوشنز على حدود الشركة. النقطة الثانية انه الاتاكس اللي هن نفذوها 96% من الاتاكس اللي تنفذت وكانت successful كان ممكن انه تصير فاشلة وتنمنع هاي الاتاكس بتطبيق حلول تقنية بسيطة standard solutions اللي هي ما بدها حدا expert يكون عارفان details بالconfiguration. ممكن يكون سبب هذه الإحصائيات وجود insecure configuration أو وجود default configuration متروكة على الأسيت. كمان إحصائية إضافية اللي هي 87% من الincidents اللي هنا عملوا لها response استجابة لهي الأحداث الأمنية، صارت هي الأحداث ناجحة وقدر الهاكرز يتقدم بقلب الشبكة بوجود أخطاء على مستوى الكونفيجريشن، وبالتالي هي الشركات ما كان في عندهم كونفيجريشن مانجمنت سيستم، ما كان في عندهم ريفيو على الكونفيجريشن. حنشوف بآخر البرزنتيشن حنحكي على البيزلاين سيكيور كونفيجريشن اللي هو ممكن يخفف لي من نسبة نجاح أي أتاك بيصير على الشبكة بتعديل الديفولت كونفيجريشن أو إنسيكيور كونفيجريشن. 73% من الأتاكس ما كانت متطلبة كواليفيكيشن عالية من الهاكرز، فهنا ما متطلبين حدا إكسبرت يكون في عنده كور كواليفيكيشن على مستوى نيتورك، على مستوى سيكيورتي، شخص يكون عنده إمكانيات إنه يكتب إكسبلويت لثغرات
قد تكون معروفة أو لا تكون معروفة بالنسبة للشركات. 73% من هي الحالات سمحت لهكر متواضع، خلينا نقول، أو سكريبت كيديز بيتسموا بمصطلحات السيكوريتي، إنهم يقدروا يأخذوا أكسس، يقدروا يعملوا التاكس على الشركات. نتيجة الإحصائية قدروا يطلعوا بخلاصة إنه أحد الهاكرز الهاويين هو قدران يوصل لسيستم من تو سيستمز هو عم يحاول يعمل لهم هاكينج، فهو بكل اتمت يحاول يعمل هاكينج لتو سيستمز، فهو على الأقل قدران يوصل لواحد من هدول السيستمز بناء على الإحصائيات اللي وجدوها خلال البنتريشن تيستينج والإنسيدنت ريسبونس. خلينا نفهم شو هو الخطر اللي محيط بالشركات بالوقت الحالي. أكيد نحن هلأ بال 2021 مثل ما قلنا نعرف في ديجيتال ترانسفورميشن، معظم الشركات عم ينتقل عملها من فيزيكال لديجيتال. معظم الشركات والشبكات والأعمال هي interconnected، فالinterconnected اللي نقصد فيه إنه في services بين الشركات حتى نقدر نعمل bigger service. عم تكون هاي الشركات عندها شبكة accessible من الإنترنت، ممكن مثل ما بنعرف هلأ بالكوفيد 19 هي مضطرة تأمن آلية وصول الموظفين from home work from home. كل هاي خلينا نقول الأوبريشنال كومبليكسيتي هي متطلب من الشركات، ولكن متطلب لازم يكون مأمن بطريقة أمنية. ففي تشالنج كتير كبير إنه هن يأمنوا هاي الأوبريشن والميثودز أوف كوميونيكيشن مع الشركات أو مع الموظفين بشكل آمن. طبعاً بالنقطة الثانية ممكن البعض منكم أو الغالبية حسب نشاط على الانترنت ممكن نشوف انه الثغرات الامنيه يكاد لا يخلو يوم الا من نسمع عن ثغره امنيه. الثغره الامنيه ممكن تكون على مستوى نظام تشغيل ويندوز او لينوكس، ممكن تكون على مستوى ويب ابلكيشن، ممكن تكون على مستوى مستعرض انترنت، ممكن تكون على مستوى موبايل. يعني فينا نقول انه لا يوجد بلاتفورم مستخدمه من قبل اليوزرز او من قبل الشركات الا وفيها ثغرات. فالحجم الكبير من الثغرات اللي عم يطلع عم يؤدي إلى ازدياد الصعوبة. كنا عم نحكي عن صعوبة بالأوبريشن بالنقطة اللي قبل هاي، هلأ عم نحكي صعوبة بتأمين الأوبريشن بشكل آمن. فكل هاي الثغرات ممكن تسمح لأي أتاك، لأي ثريت أكتر إنه هو يعمل إكسبلويتيشن، بيقدر يخرب أو يوصل لريسورسز شبكة معينة. حكينا نقطة إنه كل بزنس هو فينا نقول it's a must إنه يكون connected بالإنترنت، ولكن الإنترنت هو ريسك كتير عالي. الإنترنت عم يسمح لأي شخص موجود بأي مكان بالعالم إنه يشوف شو في resources، شو في assets عند شبكة معينة أو business معين هي connected للإنترنت. نقطة كتير مهمة خلينا نضوي عليها إنه حجم البزنس itself ما ممكن يكون له تأثير كبير. فالسمول بزنس، ميديوم بزنس، أو حتى الشركات اللي هي مالتي ناشنال متعددة الجنسيات اللي إلها ممكن عدة فروع متوزعة بكذا دولة، أو حتى الحكومات، كل هدول هن معرضين لحدوث خرق أمني، هن مستهدفين من قبل الهاكرز. الحل الوحيد هو تسكير أساس المشكلة اللي هو الثغرات الأمنية. معظم الأتاكس اللي عم تصير، أو خلينا نقول 90% أو أكثر من 90% من الأتاكس هي عم يتم استخدام ثغرات هي أوريدي معملها ببلش، معروفة للببليك، الشركات المؤسسة والصانعة عندها خبر فيها وعاملة ريليز لباتشز، ولكن الشركات ما لها متبعة ماتشور Vulnerability Management Program، وبالتالي الثغرات موجودة ولكن موجودة لغاية وحيدة اللي هي يستفاد منها الهاكر. نحكي أكثر عن الأتاك ترينز بأحد الريبورت اللي صادر عن شركة سيمانتك. سيمانتك شركة معروفة عالمية بكذا مجال على مستوى الريسيرشز أو حتى على مستوى المنتجات الأمنية، لقوا أنه في بعض الترينز اللي خلقت خلال آخر سنتين. هنضوي على شوي من هاي النقاط. أول نقطة خلينا نحكي أنه هن لاحظوا من خلال الأتاكس اللي عم تصير ارتفاع بالكواليفيكيشن تبع الهاكرز، بالمهارات عند الهاكرز. فما عاد شافوا هاكر اعتيادي عم يستخدم سكريبتس اوريدي مبنية وموجودة على الانترنت. هون صاروا يشوفوا ميثودولوجي، هاكر عم يشتغل بطريقة ممنهجة
أكثر من أنه هو يكون أحد الهاكرز عم يحاول يلعب لعب. النقطة الثانية الـ threats are tailored to specific regions، فهن الهجمات اللي عم يشوفوها بأماكن جغرافية معينة ما عم يرجعوا يشوفوها بأماكن جغرافية تانية، وهون صار في عنا targeted attacks. ففي attacks ممكن نشوفها بتصير على دول شرق آسيا ما ممكن نشوفها بتصير بأمريكا، أو ممكن بإفريقيا ما نشوفها بأوروبا. فهي الـ threats صعبت عملية الديتكشن على الشركات، حيث انه ممكن يتعرضوا لأتاكس ولا حدا بالعالم لسه تعرض لها. النقطة الثالثة المالتي ستيجد أتاكس، اللي هي الهجمات متعددة المراحل. فبأول مرحلة ممكن يحاول الهاكرز او الأتاك جروب ياخذوا اكسس لريسورس الشركة، ويبقى هذا الأتاك خامل لمدة زمنية معينة، ممكن شهر ممكن شهرين او حتى ممكن سنة. بعد ما يمضى هذا الوقت، هي الفترة الزمنية، بينتقلوا لستيج تانية. هي الستيج التانية ممكن تكون more complex، لا بالمرحلة الأولى ممكن يكونوا هنا فقط عم يجمعوا بيانات. المالتي ستيج اتاكس كمان زادت من صعوبة الديتكشن، والسبب بهذا الشيء هو الفرق الزمني اللي عم يصير بين مرحلة ومرحلة عم يشتغل عليها الاتاك. النقطة الرابعة انه الاتاكرز عم يستهدفوا شركات معينة باستهداف trusted entities partners، خلينا نقول for examples. فممكن يكون في عنا مؤسسة أو حكومة أو شركة معينة عاملة partnership مع أحد المزودين أو مع شركة بتعطيها service معينة. فالكيان الأساسي اللي هو مستهدف من قبل المهاجمين هو secure لشكل كتير كبير، والأتاكرز والهاكرز ما قدرانين يخترقوا هذا الكيان. فبيروحوا بيشوفوا كwork around هذا الكيان مع مين بيحكي كسيرفيس، شو هن الشركات اللي بالنسبة له هن بارتنرز، بصير بيعمل الاتاكس عليهم، وبعدين بيقدر بينتقل من هذا التراستد انتيتي تراستد بارتنر ليقدر يعمل هاكينج على المؤسسة الأساسية. مثال عليه اللي شفناه من شهرين أو ثلاثة، سولار ويند اتاك كتير مشهور. قدر أحد الهاكرز يخترق شركة سولار ويند ويعمل انجكت لمالوير بأحد السوليوشنز اللي بتبيع على كبرى الشركات والحكومات بالعالم. الشركات اللي أخذ هذا السوليوشن عملت أبغريد، والأبغريد كان انفكتد بهذا المالوير، وبالتالي كل الشركات اللي عملت أبغريد صارت انفكتد، وصارت الأتاك جروبز الموجودة على الانترنت قدرانة تاخذ أكسس لريسورسز هاي الشركات. فهذا مثال عن الشيء اللي عم نقول عليه، انه الاتاكر صاروا يحاولوا يعملوا هاكينج لتراستد انتيتي مثل سوفتوير بروفايدر كبير مثل سولار ويند، ليقدروا ياخذوا اكسس او يعملوا اتاك او اكسبلويتيشن لنتوركس كتير سكيور مثل مايكروسوفت فور اكزامبل. اخر نقطه، لقوا انه في تحول من الهاكينج فور فيم اللي هو احد الاشخاص عم يحاول يعمل هاكينج للشهره، هو فقط مشان انه ينزل على تويتر بوست انه انا فرضا قدرت اعمل هاكينج لهي المؤسسة، او يعمل كان في اسمه تعديل على كونتنت ويب سايت معين، تعديل على كونت على ويب سايت شركة معينة، انه يحط انا الهاكر الفلاني قدرت هكر هذا الويب سايت. التشينج صار للهاكينج فور فورشن، اللي هو هاكينج من اجل الثروة. خلينا نعطي مثال عليه، في عنا الرانسوموير اللي هو فيروس الفدية. فالأشخاص اللي عم يكتبوا الرانسوموير عم يطلبوا على كل ديفايس بين 100 و$300 تقريبا. كمان كيس صارت من فترة شهر تقريبا، اللي هي شركة ايسر صار في عليها رانسوموير كتير ضخم، والأتاكر طلب $50 مليون لحتى هو يفك تشفير الأجهزة. وإذا تأخرت الشركة عن الدفع لمدة شهر فهو حيضاعف المبلغ $100 مليون، أرقام كتير كبيرة. مثال تاني، بنغلاديش بانك بال 2016 صار في عليه أتاك، أدفانسد أتاك كتير مهم. قدروا الهاكر جروب إنهم يخترقوا النظام البنكي ونظام تحويل سويفت اللي هو مسؤول عن التحويل بين البنوك. نتيجة تحليل الانسيدنتس قدروا يكتشفوا انه الهاكر قدر يعمل تحويلات بنكية بقيمة 81 مليون دولار.
وفي 81 مليون دولار ثانيه قدر يعملها الهاكر، ولكن لاخطاء بسيطه تقنيه صارت هي الدفعات، خلينا نقول تم حجب هي الدفعات، فهو قدر يحصل 81 مليون دولار من اصل 160 دولار، عفوا من اصل 160 مليون دولار. حنحكي الأهمية اللي بينبع منها النيد لحتى نحن نعالج الثغرات. بالنسبة لسايبر كريمنال، بالنسبة للهاكرز اللي موجودين على الإنترنت أو اللي بياخدوا أكسس لريسورسز بشبكة معينة، الفولنرابيلتيز هي كتير مهمة، حتى هن بيسموها الجولد، هي الذهب بقلب هي الشبكات. السبب وراء تسميتها هذا الاسم إنه الثغرات بالإكسبلويتيشن تبعها اللي بنشوفها بالنقطة الثانية، مجرد ما نقدر نكتشف ثغرة معينة ونعمل exploitation حنقدر ناخذ access على هي الشبكة أو access على هذا النظام بشكل unauthorized. السيناريو الطبيعي إنه نحن بنتطلب authentication method و authorization لنقدر نحن ناخذ access على systems. بوجود الثغرة نحن قدرنا نعمل bypass للauthentication، bypass للauthorization، ونقدر نشتغل اي كوماند اي تعليمه بدنا اياها على هي الاسيتس. ممكن يكون في نتيجه ثانيه، النتيجه الثانيه اللي هي تسريب معلومات كثير حساسه، ممكن تكون بزنس سيكريت او مثل ما بيسموها اللي هي حقوق الملكيه او براءات الاختراع. فباستثمار ثغره معينه ممكن يؤدي هذا الشيء لتسريب هي المعلومات الحساسه اللي ممكن تكون سبب قيام هي الشركة مثل أبحاث علمية معينة. ممكن استثمار ثغرات معينة يؤدي ل low risk مثل ما حكينا عليهم إنه أخطار قانونية، فممكن الهاكينج اللي صار على شبكة معينة يقدر ينفذ attacks من IPs هي مملوكة من قبل هي الشركة على مؤسسات تانية أو حكومات معينة، وبالتالي يأثر هذا الشيء عليهم يأثر هذا الشيء عليهم بعقوبات معينة أو بقوانين معينة، أو ممكن يخليهم يوصلوا للمحاكم. Stop of business operations، في كتير ثغرات بتتسمى denial of service vulnerabilities اللي هي ثغرات مجرد ما استثمرها هاكر معين حيقدر يعمل حجب للخدمة. ممكن totally disruption إنه السيرفيس ما تعود accessible بالمرة، أو ممكن يعمل degraded بالservices فيصير البرفورمانس تبع هاي السيرفيس ضعيف وبالتالي يأثر على ريفينيو الشركة. طبعا أي بزنس هو معرض لهذا الشيء لأن ما في عنا ولا شبكة ولا سوليوشن ممكن يكون خالي من الثغرات 100%. فالحل الوحيد أنه نحن نعرف شو هي الثغرات ونقدر نعالجها بالوقت المناسب. مثل ما حكينا بالنقطة اللي قبل هاي أنه بغض النظر شو كان السورس تبع هاي الثغرات، الثغرات ما بتختفي لحالها، بالعكس الثغرات بتزداد تراكميا خلال الزمن. فخلال شهر معين فرضا عنا 1000 ثغرة على البلاتفورمز، ممكن الشهر الثاني يصيروا 2000، ممكن الشهر اللي بعده يصيروا 3000، وبالتالي تأخير تسكير الثغرات حيزيد من صعوبة تسكير هاي الثغرات. كيف تتعرض الثغرات الشبكات للخطر؟ حكينا أهم نقطة إنه هو الإنترنت كونكتيفيتي. الانترنت كونكتيفيتي مكنت اي شخص موجود بالعالم انه يقدر يوصل ليجيتمتلي، خلينا نقول وجود الانترنت هو لغايه بالبزنس نفسه. فممكن تكون الشركه هي اوريدي بتبيع سيرفيسز على الانترنت، فهي بدون وجود الانترنت ما إلها بزنس بالمره، مثل فينا نقول الهوستنج، ويب هوستنج، ممكن المتاجر الالكترونيه. طبعا هذا الشيء بيمكن الاشخاص اللي هن كاستمرز انهم يقدروا يوصلوا لريسورسز الشركه ويقدروا يوصلوا للسيرفيسز اللي يستخدموها، وبنفس الوقت بيمكن الهاكرز انهم هن يشوفوا هاي الريسورسز، ولكن بسيناريو مختلف اللي هو سيناريو اكتشاف ثغرات، والمرحله اللاحقه هي استثمار هاي الثغرات. الامثله اللي حكينا عليهم ممكن يكون في عنا ويب سايتس لهي الشركه متاح للانترنت، ممكن تكون الشركه عم تقدم سيرفيسز لانتيتيز ثانيين، حكينا على الانتر كونكشن، ممكن يكون الميل سيرفيسز، ممكن فايل ترانسفير بروتوكول سيرفر موجود لنقل الملفات، ممكن تكون الشركه هي عباره عن شركه للستريمينج خلينا نقول،
فكل هاي سيرفيسز موجودة على الانترنت لليوزرز لتقدر الشركة تحصل عن طريقة ريفينيو، ولكن الهكر قدرانين يستثمروا هي الحالة لأنهم هن يشوفوا شو في ثغرات ويقدروا يستثمروها ليأخذوا أكسس على ريسورسز الشركة. نقطة كتير مهمة حنضوي عليها هي outdated devices. أي جهاز هو outdated فالجهاز ما حياخد updates أبدا. الابديتس بنحكي عليها security patches. For example Windows XP أو حتى Windows 7. ممكن Windows 7 ما يكون عند البعض فكرة أنه هو صار outdated system. حتى Windows 10 نفسه في builds معينة هي صارت outdated ما بينزل لها security patches. وبالتالي هذا الجهاز هو عبارة عن كنز للهكر، هو بيبحث عن هي الأسيتس إذا كانت كونكتد بقلب الشبكة. هذا الجهاز بمكنه ياخذ أكسس ببساطة بدون أي عناء وجود أي outdated system على النتورك. ما شرط يكون هو فقط operating system مثل ما حكينا Windows XP, Windows 7, Windows 10 ببيلد معين. قد يكون هو network device أو ممكن يكون printer أو ممكن يكون كاميرا IoT خلينا نحكي. النقطة الثانية اللي هي الـ outdated third party software. third party software اللي هن desktop applications for example. في عنا متصفحات الانترنت، في عنا قارئ الـ PDF، في عنا مايكروسوفت اوفيس، اكسل، وورد، اوتلوك. هدول السوفتويرز كمان بيطلع عليهم ثغرات. احنا عم نحكي على سوفتوير انستولد على جهاز معين في عليه ثغرات، ولكن هذا الجزء بيكون مهمل عادة بالنسبة للشركات. فهنا بالنسبة لهم الثيرد بارتي سوفتوير هو فقط بنزل وان تايم شوت، بنزل على الجهاز لمرة واحدة وما بيعود بنعمل له مينتيننس الا اذا صار في بزنس نيد. بزنس نيد انه في عندهم ابلكيشن معين بيتطلب سوفتوير معين بفيرجن معين لحتى يعملوا الابديت. عدا ذلك عم تضل هاي السوفتوير ثيرد بارتي سوفتوير اوت ديتد شغاله لعده سنوات. اخر نقطه بدنا نضوي عليها انه الثغرات وجودها بقلب النتورك حتمكن الاتاكر من تطبيق لاترال موفمنت اللي حكينا عليها بالبرزنتيشن الماضيه. البرزنتيشن الماضيه تبع السي ام سوليوشن حكينا انه السي ام سوليوشن من اهم الفانكشناليتي تبعه انه يقدر يلقط لي لوجيكال اتاكس عم تستخدم اوثرايزيشن او خلينا نقول ليجيتيميت ميثودز اوف اوثرايزيشن اور اوثنتيكيشن. فوجود ثغره معينه على بلاتفورم عم تخلي الاتاكر يقدر ينتقل وياخذ اكسس على هي المشين. من هي المشين ممكن يصير في له اكسس على ريسورسز ثانيه، وهي ريسورسز الثانيه ممكن تكون بزون ثانيه ولكن عليها ثغرات معينه. فاستثمار الثغرة عم يخلي الاتاكر ينتقل من مكان لمكان ثاني لمكان ثالث، ممكن يقدر يوصل لمكان حساس. فمن هون بنشوف ان الثغرات عم تعرض الشبكات لخطر كتير كبير، سواء كانت على مستوى outdated operating system، على مستوى network vulnerabilities، او حتى على مستوى ثغرات على مستوى third party software. اخر بارت من الجزء الاول بسيشن اليوم حنحكي عن انواع المسح الامني. فهمنا شو هي الـ vulnerability، شو هو الـ threat، شو هو الـ risk. حكينا شو أهمية تسكير الثغرات بقلب مؤسسة معينة، شو هي أخطار الثغرات. هلأ حنحكي عن كيفية إجراء مسح أمني لاكتشاف الثغرات. حقيقة في عنا two type of scanning. في عنا شيء بنسميه black box الصندوق الأسود، في عنا شيء بنسميه white box الصندوق الأبيض. الفرق بيناتهم بسيط جدا، اللي هو مثل ما لنا شايفين البلاك بوكس سكانينج هو عبارة عن إجراء مسح أمني بدون authentication، بدون ما يكون معي credentials user name or password على الأسيتس اللي أنا عم أعمل عليهم سكانينج. طبعا شو فوائد البلاك بوكس سكانينج؟ أنا فيني أخذ network inventory، صار فيني يكون عندي inventory كامل بكل شيء assets connected على النتورك، وبالتالي صار في عندي visibility شو هن الأسيتس اللي connected. البانرز بنقصد فيهم سيرفيس بانرز، اللي هن كل ديفايس بيكون في عليه مجموعه من السيرفيسز ليسنينج. كل واحده من هدول السيرفيس اي كلاينت بيحاول بيتصل بهي السيرفيس فهي بترد عليه ببانر، سيرفيس بانر. سيرفيس بانر هو عباره عن شو هذا السوفتوير وشو الفيرجن تبعه. فهون صار في عندنا انفنتوري كمان من السيرفيس بانرز، ممكن عن طريقه اكتشف وجود سيرفيس معينه ما لها اوثورايز او قد تكون هاي السيرفيس اوت ديتد.
النقطة الثالثة، فيني اكتشف الثغرات على مستوى النتورك. فأنا بدون authentication بوجود network connectivity between the scanner and the destination assets فيني اكتشف كل شيء ثغرات موجودة بهي السيرفيسز. آخر نقطة، فينا نعمل exercise brute forcing للcredentials. فإذا في عندي destination assets هي عبارة عن database، فينا ننفذ exercise brute forcing على authentication board أو ممكن على RDB أو SSH، بحيث إنه نحن نقدر نكتشف الweak credentials، الweak passwords. إذا في عنا أشخاص معينين حاطين باسورد ضعيفة، ففينا نحن نقدر نحاول نكسر هي الباسورد بحيث إنه نتواصل مع هدول الأشخاص، نخبرهم يغيروا الباسورد لباسورد more complex and more secure. النقطة الثانية هي الwhite box scanning. حكينا الفرق بيناتهم، البلاك بوكس بدون credentials unauthenticated، الوايت بوكس هو authenticated. وبالتالي أنا المفروض يكون عندي credential على كل asset بدي أعمل عليها scanning. فوائد الوايت بوكس scanning بالإضافة للنقط اللي حكيناهم بالبلاك بوكس scanning، حناخد فوائد إضافية اللي هي hardware and software inventory for example. فصار في عنا inventory لكل هاردوير موجود على كل جهاز عندي، صار فيني أعرف list of software and services اللي هن installed على كل asset بقلب الشبكة. الفائدة الثانية، صار فيني شوف كل شيء إعدادات نازلة على هذا operating system، صار في عندي inventory فيها، inventory بالservices، inventory بالdatabases، بالapplications. بالإضافة لهيك اللي هو غاية الاسكانينج، صار فيني شوف شو في عندي ثغرات على الابليكيشن، ثغرات على الداتابيسز، ثغرات على السيرفيسز، وثغرات على الاوبريتنج سيستم نفسه. ففينا نكتشف هاي الثغرات، فينا نكتشف مس كونفيجريشن. حكينا احنا الفولنربيليتيز منشأين اما على مستوى كودينج او على مستوى كونفيجريشن. لنقدر نكتشف المس كونفيجريشن انا بحاجة الى الوايت بوكس سكانينج. آخر نقطة بيفيدني فيها الوايت بوكس سكانينج هي اكتشف الميسنج أبديتس على مستوى الأوبريتنج سيستم. فبإنشاء إكسرسايز وايت بوكس سكانينج حنحصل على ليست من الأبديتس اللي هن ميسنج، بالإضافة لمعلومات قديش هذا الأبديت سيفير وقديش هو إمبورتنت وقديش ممكن يعرض الشركة للخطر إذا تم استثماره. خلينا نحكي بدقيقة أو أكثر قليلا عن الباتشينج. في نقطة بدنا نضوي عليها اللي هي أكثر من 90% تقريبا من الثغرات اللي بيتم اكتشافها على أي بلاتفورم حلها كتير بسيط، هو بتطبيق باتش معين. فحنشوف بالديمو هلأ اللي حنوصل له بالسكشن الثالث، حنشوف مجموعة من هدول الإكزامبلز. ولكن خلينا نكون متفقين إنه هدول 90% من الثغرات الفيكسينج تبعهم، تسكير هي الثغرات، المعالجة تبعهم هو كتير بسيط، ما بيكلف الشركات أكثر من تطبيق باتش معين أو install a new version of software معين. ولكن صح عندي 90% من تسكير الثغرات هو مرتبط بالباتشينج، ولكن الباتشينج management كبروسيس هي مختلفة كلياً عن vulnerability management. قد يكونوا بيشتركوا ببعض الأجزاء ولكن هن مختلفين. الفرق الأساسي بيناتهم إن vulnerability management لحنا عم نركز على تسكير الثغرات ببريوريتي معينة، ولكن بالباتش مانجمنت انا بهمني تسكير او خلينا نقول اجراء عمليه باتش لكل شيء سوفت وير موجوده عندي. بالنسبه لي خلينا نفرض فور اكزامبل في عندنا اوديتد اي اي اس سيرفر على اي اي اس ويب سوفت وير اللي هو مسؤول عن ببلش ويب سيرفيسز او ويب سايت معين، عندي معمله انستليشن على تو سيرفرز، ولكن واحد من هذول السيرفرز هو production والسيرفر الثاني هو testing. فبدون وجود الـ vulnerability management كباتش management، إجراء عملية الـ upgrade على two servers هي equal كـ importance، خلينا نحكي كأهمية، أهميتهم متساوية. ولكن بالـ vulnerability management لا، الفرق كتير كبير. فالأولوية بتكون للسيرفر اللي هو production والسيرفر اللي هو testing. أنا حتى لو أخرت الباتشينج شهر واثنين وثلاثة أو سنة ما عندي مشكلة أبدا. فهذا الفرق الأساسي بين الباتش مانجمنت والفلنربيلتي مانجمنت. كفلنربيلتي سكانينج ممكن ننفذه كإكسرسايز لنعمل كونفرميشن على عملية الباتشينج. فأنا طبقت الباتشينج، بعد ما طبق الباتشينج بعمل فلنربيلتي سكانينج لأتأكد هل الباتشينج مطبق صح،
هل الباتشنج سكر الثغرات بشكل صح؟ النقطة اللي بعدها، أي عملية باتشنج، أي عملية أبديت هي المفروض تمرق بتستنج، فممكن هذا الباتش يعمل كونفليكت مع سوفتوير معين، أو ممكن هذا الباتش ما يخلي لي السيرفيس اللي هي أوريدي رننج تشتغل بشكل طبيعي. بالفلنربيلتي مانجمنت لازم يكون في عندي سكشن بقلب البوليسي عن الامرجنسي تشينج. الامرجنسي تشينج انه يكون في عندي إجرائية معينة لأتعامل مع التغييرات الطارئة. إذا طلع في عندي خلينا نقول ثغرة معينة على كل شيء ورك ستيشنز عندي اياهم بقلب الشبكة، فلازم يكون في عندي إجرائية بتقول انه لازم نحن نعمل هاي بريوريتي لتسكير هاي الثغرات بغض النظر عن اي اوبريشنال تاسك تانية بين ايدين التيم اللي هن مسؤولين عن تسكير هاي الثغرات. طيب شو هي الحالات اللي ممكن يكون تسكير الثغرات هو ماله عبارة عن باتشين؟ اكيد ببساطة حيخطر ببالنا مثال تسكير ثغرات اللي هي عبارة عن configuration issues، سواء كانت هي عبارة عن default configuration او insecure configuration. فكل شيء تعديل بالconfiguration هو لا يندرج تحت مسمى الباتشينج. الباتشينج هو عبارة عن تنزيل new version of software معين او تطبيق fix معين على توزيعة معينة. مثال على الconfiguration change، فينا نقول weak cryptography or password policy. ممكن يكون في عنا ثغرة بقلب الباسورد بوليسي، انه ممكن ما يكون مطبق account lockout للfailed login attempts، فهي تعتبر ثغرة. اي شخص فيه يحاول ملايين المرات بتجريب باسورد على يوزر معين حتى يقدر يعمل brute forcing، ولكن secure configuration بيقول انه maximum 3 attempts or 5 attempts لازم تكون متاحة قبل ما يقفل هذا الأكاونت ويخلي الأتاكر يقدر يعمل brute forcing للكريدنشال. بحالات تانية ممكن يكون الباتش ارتقى لمرحلة upgrade بحالة unsupported assets. حكينا مثال الويندوز 7 أو ويندوز XP. هذا التشينج ما عاد هو تشينج عبارة عن upgrade only، ممكن يبده تعديل على مستوى الديزاين بقلب النتورك. مثال نحن شفناه انه في عنا كور بانكينج سيستم نازل على ويندوز اكس بي. طبعا الكور بانكينج سيستم هو ماله سبورتد، ما في عقد صيانه مع الشركه المصنعه، هو فقط كومباتبل مع ويندوز اكس بي. ويندوز اكس بي عليه ملايين الثغرات، واي مالور بينزل بقلب الشبكه بيقدر بيعمل تشفير لكل شيء ملفات، ممكن يقدر يعمل دينايل اوف سيرفيس للكريتيكال كور بانكينج سوليوشن اللي موجود على هذا الاوبريتنج سيستم. ما في حل للأبغريد. خلينا نقول كل شيء ثغرات على هذا الأوبريتنج سيستم، حل الوحيد هو نطلع على سبورتد فيرجن، ممكن ويندوز 10. فشو فينا، كيف فينا نحل هي المشكلة هون؟ إذا أنا ما متاح عندي الأبغريد، ما متاح عندي تسكير الثغرة بتطبيق نيو أوبريتنج سيستم، هون حيكون في عندي تعديل على مستوى الديزاين بقلب النتورك. فور إكزامبل، منقول إنه لازم هذا الأوبريتنج سيستم ينعزل في نتورك زون معينة ويتركب قدامه intrusion prevention system. فأي حدا عم يحاول يعمل exploitation للثغرات الموجودة على Windows XP حيقدر intrusion prevention system يحمي هذا المشين، وبنفس الوقت بيقدر بيخلي الكاستمرز والسيرفيسز اللي عم تعمل communication مع هذا الoperating system تضل شغالة بدون أي تأثير. حيكون هون سكرنا أو عملنا mitigation لكل شيء ثغرات موجودة على هذا unsupported asset. فهون انتقلنا من مرحلة باتشينج لقرار على مستوى معمارية شبكة. آخر مثال ممكن يكون الباتش انتقل لمرحلة الأبغريد، أبغريد لفيرموير أو أبغريد لداتابيز. طبعا الأبغريد إلى إجرائية معينة، ما له مثل تطبيق باتش معين عملية straight forward executable معين أنا بشغله خلاص سكرت هاي الثغرة. هون الأبغريد بده مجموعة من التشينجز، بده تحضير، بده تنسيق مع الأقسام الثانية، بده عملية تيستنج كتير كبيرة. شركة فاير آي شركة كتير مشهورة بعالم السكيورتي، عملوا إحدى الدراسات على قديش الترينتس أو قديش الوقت اللي عم يمضى على اكتشاف ثغرة معينة قبل استثمارها من قبل الهكر.
بإحصائية كوارتر 1 الربع الأول من عام 2018 حتى الربع الثالث 2019، يعني تقريبا سنة وتسع شهور، قدروا يشوفوا أنه 58% من الثغرات هي عم يتم استثمارها قبل ما ينعمل ريليز لباتش معين. فبيتم اكتشاف ثغرة، بنعمل ريبورتينج للشركة المصنعة للسوفتوير اللي طلع عليه الثغرة، مجرد ما شافوا الاتاك جروبس الموجودين بالعالم انه في ثغرة على هذا السوفتوير ولسه الشركة المصنعة ما لحقت تعمل ريليز لباتش، ريليز لفيكس تقدر تطبقه الشركات لتحمي حالها، عم يقدروا هن يبنوا اكسبلويت معينة ويستثمروا هاي الثغرات. ففينا نشوف اكثر من النص تقريبا عم يتم استثماره ما قبل اصدار باتش معين. على الطرف الثاني بنشوف انه 42% من الثغرات عم يتم استثمارها بعد ما يكون في ريليز لباتش معين. هذول 42% مقسمين، 12% عم يتم استثماره خلال اول اسبوع من اصدار الباتشينج. فور اكزامبل انه نعمل ريليز لباتش معين اليوم الاثنين، فعم يتم استثمار 12% من الاكسبلويتس قبل ما يمرق مدة 7 ايام. ال 15% منهم اللي بقيانين، او هن مو بقيانين، هن خلينا نقول لسه في جزء ثالث ما عمل له هايلايت، ولكن 15% من هدول الثغرات عم يتم استثمارهم بالثلاث اسابيع اللي بقيانه من الشهر. فنعمل ريليز باول يوم بالشهر، بعد 7 ايام 12% من الاكسبلويت تم استثمارها، خلال الثلاث اسابيع اللي بعدها وقبل ما يمضى شهر كامل عم يتم استثمار 15% من الثغرات. فبتطبيق الباتشنج نحن على الأقل قدرنا نحمي حالنا من 42% من الثغرات. طبعا لما بنحكي 58% من الثغرات تم استثمارها وهي زيرو دايز، ما عم نحكي على أي ثغرة، على أي بلاتفورمز، وما عم نحكي على أي هاكر موجود بالعالم قدران يعمل هذا الأكتيفيتي. كتابة اكسبلويت لأي ثغرة بدها هاي كواليفايد بروفيشنال، يكون عنده كور سكيلز ليقدر يكتب هاي الاكسبلويت. بالإضافة لنقطة تانية كثير مهمة، هي أنه بده يكون في وراء فاينانشال موتيفيشن، في أحد الأشخاص أو منظمات معينة ممولة لهي الجهات عم تخليهم يكتبوا هدول الاكسبلويت. طبعا وجود سيستم واحد أو أكثر من سيستم، لحد بضعة سيستمز موجودين على النتورك وعليهم ثغرات أمنية، هن بيعرضوا الشبكة بالكامل للخطر. فإذا في شركة معينة مثلا بإكسرسايز الفولنربيلتي مانجمنت عندها 90 جهاز هن فولنربل وهي عملت فيكسينج لـ80 فقط بالمية منهم، هذا شيء كتير منيح، ولكن 10% اللي بقيانين ممكن يعرضوا الشبكة بالكامل للخطر، لأنهم هن حيكونوا ايزي تارجت للهاكرز حتى انهم يعملوا اكسبلويتيشن ويستثمروا الثغرات. رح ننهي القسم الأول بهذا السلايد. هذا السلايد فيه اقتباس من كتاب كتير مشهور بعالم السكيورتي، هاكينج لينوكس إكسبوز. بهذا الاقتباس عم يقولوا إنه أفضل الإجراءات المضادة لحتى نحمي حالنا كشركات من هاكر عم يحاول يعمل علينا سكانينج ليشوف شو في عنا ثغرات، إنه نحن نقوم بهذا الإكسرسايز قبل ما يعمله الهاكر. الهاكر هو عم يستنى فرصة ليقدر ياخذ أكسس لريسورسز الشبكة ليعمل السكانينج. بالنسبة لنا نحن كاي تي تيم وكشركات، احنا اوريدي عنا ديلي اكسس على الشبكة، وفينا نعمل هذا الاكسرسايز قبل ما يعملوا الهكر علينا ويقدر يشوف شو الثغرات. فانا فيني اقوم بخطة استباقية كاملة، افهم شو في عندي ثغرات بقلب النتورك، نعمل لهم بريوريتي معينة ونقدر نشتغل على تسكيرهم قبل ما يمرق الهكر ويشتغل هذا الاكسرسايز، ولكن الهدف تبعه هيكون هدف تخريبي. هلأ هذا كان كل شيء بالنسبة للسكشن الأول. رح يكون في عنا بريك لمدة 10 دقائق. بالنسبة للأسئلة نتمنى اللي عنده سؤال يكتبهم بالتشات بوكس. بالنسبة للاستفتاءات نتمنى الكل يجاوب عليها، حنرجع لكم بعد 10 دقائق. بالنسبة للإجابة على الأسئلة حنجاوب عليها إن شاء الله بأول الجزء الثاني.
أهلا وسهلا فيكم من جديد. رح نتابع بالجزء الثاني. حنحكي هون مثل ما حكينا بأول البرزنتيشن، حنحكي عن كيفية إجراء Vulnerability Management Program. حنحكي شو هو Vulnerability Management كبروجرام، ليش لازم يكون موجود Vulnerability Management Program بقلب الشركات، وكيف ممكن يتطبق step by step. كتعريف، شو Vulnerability Management Program؟ هي إجرائية، هي عملية بتطبقها الشركات لتكتشف شو في عندها ثغرات بقلب الشبكة وتأخذ قرار إنه عن كيفية معالجة هي الثغرات. كيفية المعالجة ممكن تكون بكذا طريقة، ممكن يكون elimination إني أطبق fix معين، أو ممكن ب mitigation تطبيق workaround معين، أو ممكن tolerate الريسك. tolerate الريسك إنه أنا أتحمل الريسك. عفوا بالثواني. حنرجع نعيد النقطة اللي هي كيف فينا نتعامل مع الـ vulnerabilities اللي قدرنا نعمل لهم detection، تسكير عن طريق تطبيق فيكس معين أو تعديل الكونفجريشن، mitigation قد لا يكون متاح الباتش مثل ما حكينا بإكزامبل الويندوز إكس بي إنه الباتش غير متاح، فبدنا إحنا work around to mitigate الريسك، تخفيف هذا الريسك، أو to tolerate الريسك. tolerate الريسك إنه أنا متحمل وجود هي الثغرة ولكن ما عندي خيار تاني، لا بتطبيق فيكس ولا كwork around. طبعا هذا الشيء كريسك توليرانس اللي احنا بنسميه ممكن يعتمد على حجم الكوست تبع الابجريد، ممكن يكون محتاجين ري انجينيرنج لهول سوفت وير لحتى نقدر نحن نسكر الثغرات، ولكن الكوست ما ممكن تقدر تتحمله الشركات، او قد يكون عباره عن تاثير على السيرفيس كداون تايم. ما عندنا اوبشن بالسيرفيس كداون تايم، فور اكزامبل في عندي سيرفيس عليها ثغره وما في منها redundant server، إنه أقدر أعمل باتشنج لهذا السيرفر، أقدر أعمل له restart ويكون في سيرفر تاني حامل السيرفر. فهذول الثلاثة options اللي هنا included بال vulnerability management. شو أهداف ال vulnerability management كبروسيس؟ أول شيء يكون في عنا فهم كامل عن software اللي هي installed بقلب الشبكة وشو في عليها مشاكل. هاي المشاكل ممكن تأثر على السكيورتي، ممكن تأثر على الأداء، أو ممكن حتى تأثر على فونكشناليتي. النقطة الثانية إنه شوف شو في عندي configuration، فبصير في عندي inventory of configuration، عندي مكان centralized فيه كل شيء configuration، وهذا الconfiguration فيني شوف هل هو secure ولا لا، هل هذا الconfiguration اللي مطبق معرضني لأتعرض لأتاك معين أو لا. أكيد بتسكير الثغرات اللي احنا راح نكون تجاوزنا خطورة وجود مالوير بقلب الشبكة، وهذا المالوير عم يستخدم automation tool لحتى يعمل exploitation. For example الوانا كراي ونوت بيتي، هذول تو مالوير مشهورين كتير على مستوى العالم، هن من فيروسات الفدية. فكانوا يشتغلوا بطريقة تقليدية اللي هن بينزلوا على جهاز معين بعدين بيعملوا سكانينج مسح بقلب الشبكة وبيقدروا بيكتشفوا مين هن الأجهزة اللي عليهم ثغرة معينة. هاي الثغرة ممكن تخليهم ينتقلوا لهذا الجهاز ويعملوا انكريبشن من أول وجديد على تارجت جديد، وبالتالي هن نضافوا واحد للأسيتس اللي صارت انفكتد. فبتطبيق الفلنربيليتي مانجمنت كأكسرسايز أنا سكرت الثغرات اللي ممكن تستثمرها هدول الأوتوميتد مالوير. أكيد طبيعياً لحنا هنكون حسننا الوضع العام الأمني وإدارة المخاطر اللي عنا إياها based on risk actual risk اللي احنا قدرنا نحسبه based on criticality. آخر فائدة صار في عندي documentation واضح قدام أي جهة third party عم تعمل auditing أو عم تشوف compliance للقوانين خلال بلد معين أو قوانين البزنس أو policies مؤسسة معينة. هذا documentation supported لل IT team ولل security team إنه هنا مطبقين الـ vulnerability management program اللي هي already mandatory requirement بكتير standards عالمية. هلا رح نحكي عن كيف فينا نطبق الـ vulnerability management program step by step.
قبل ما ننتقل للستيب باي ستيب، في بعض النقط هن لازم يكونوا موجودين قبل ما نعمل الفلنربيليتي مانجمنت بروجرام. اول شيء البوليسي، لازم اكون باني فلنربيليتي مانجمنت بوليسي. البوليسي بالتعريف هن خلينا نقول ضوابط لازم يكونوا مطبقين، هن مانداتوري ريكويرمنت، لازم يكونوا موجودين حتى انه يكون البروسيس اللي عم مطبقينها افكتيف. امثله عليها هدول الايتيمز، خلينا نقول اول ايتيم انه لازم يكون في عندي اجرائيه معرفه ومضبوطه لتصنيف الاسيت، بحيث انه اعرف انا كل اسيت شو الكريتيكاليتي تبعها. النقطه اللي بعدها، لازم يكون في عندي اب تو ديت اسيت انفنتوري، لازم يكون في عندي انفنتوري لكل التجهيزات اللي عندي اياها بقلب النتورك ويكون ابديتد. هي نقطه كتير مهمه، انه ما يكون في عندي اسيت انفنتوري عمره سنه، فكل شيء تجهيزات جديده انضافت او قديمه انحذفت من النتورك هي ما معمل لها ابديت على هذا الانفنتوري. النقطه اللي بعدها، لازم يكون في عندي اسيت اونر. الاسيت اونر كتير مهم، انه مين هو الشخص اللي مسؤول عن هي الاسيت، فلازم يكون في عندي بقلب الاجرائيه تعريف للاونر لكل اسيت بحيث انه ارجع له عند الحاجه. اخر مثال، انه النتائج اللي احنا حصلنا عليها لازم تكون مصنفه بيست اون كريتيكاليتي. طبعا هي اوتوميتد ستيب، معظم الفلنربيليتي مانجمنت سوليوشن بيعطونا هذا التصنيف بيست اون كريتيكاليتي. نقطه الستاندرد، الستاندرد هي شو الاكسبكتيشن اللي احنا لازم نضبط فيها عمليه الفلنربيليتي مانجمنت من حيث الاداء والكومبلاينس للبوليسي. فور اكزامبل، في عنا السكوب. السكوب لازم يكون معرف. السكوب بيحدد لي شو هن نوع التجهيزات اللي لازم يكونوا انكلودد بالاكسرسايز. ممكن يكون في عندي شبكه معينه فيها تجهيزات اي تي، فيها تيليكوم اي تي، او ممكن يكون فيها اي او تي ديفايسز. بالبوليسي انا عرفت انه اللي هن انكلودد بالاكسرسايز فقط هن الاي تي سيستمز. فبالستاندرد انا بحدد السكوب الاي تي سيستمز، نتورك سكانينج سكوب، حط شو هن رينج هدول السيستمز اللي لازم يكونوا انكلودد بالاجرائيه. بورت يوتيلايزيشن كمان نقطه مهمه، هدول خلينا نعتبرهم مثل كونفيجريشن، انه شو هن البورتس اللي انكلودد بعمليه السكانينج. ممكن يكون انا كفلنربيليتي مانجمنت بروجرام بدي انكلود البورتس فقط اللي هن مسؤولين عن الويب سيرفيسز او الويب ببلشنج. اسيت انفنتوري، حكينا على الاسيت انفنتوري بالبوليسي، هون كستاندرد لازم اكون متاكد من انه هذا الاسيت انفنتوري هو اب تو ديت وفاليد واسوسييتد مع الريسبونسبل اسيت اونر. كونفيجريشن سيتنجز على مستوى الفلنربيليتي مانجمنت سكانر، خلينا نقول قديش عدد الاي بيات اللي ممكن نعمل لهم سكانينج بشكل متزامن او بنفس الوقت، قديش عدد السيشنز اللي ممكن تنبعث لهذا الهوست at the same time. لان انا ممكن اذا كفلنربيليتي مانجمنت سكانر ما معمول كونفيجريشن بشكل مضبوط ومدروس، ممكن الفلنربيليتي سكانينج اتسلف تعمل denial of service على تجهيزه معينه. فكمان لازم تكون هي الكونفيجريشن مضبوطه ومحطوطه بشكل دقيق ومضمنه ضمن الستاندرد. اخر نقطه هي البروسيجر الاجرائيه. طبعا البروسيجر هي ستيب باي ستيب تكنيكال جايد، انه كيف الاشخاص المسؤولين عن هذا الاكسرسايز حيعملوا اكسرسايز فلنربيليتي مانجمنت. حننتقل ستيب باي ستيب. طبعا هي الصوره مصغره، هلا حنشوف باقي السلايد. هذا الشكل العام للفلنربيليتي مانجمنت بروسيس، ببلش بمرحله الديسكفري، ديسكفري اوف اسيت. النقطه الثانيه سكانينج الاسيت، شوف في عليهم ثغرات. النقطة الثالثة prioritization، أعمل أولوية للثغرات اللي تم اكتشافها. المرحلة الرابعة هي remediation، تطبيق الحلول وتسكير هاي الثغرات. step by step حنبلش بأول خطوة اللي هي asset inventory. لازم أكون محضر asset inventory للscope systems اللي هن included بالexercise. النقطة الثانية asset scanning، الاسيتس اللي انا ضمنتهم بالاكسرسايز بدي ابلش عليهم اكسرسايز الفلنربيليتي اسسمنت. حيطلع عندي ريبورت، هذه الريبورت لازم يمرق بريسك كلاسيفيكيشن ان كان كفلنربيليتي او ريسك على مستوى الاسيت. المرحله الرابعه، بعد ما عملنا ريسك كلاسيفيكيشن وعملنا بريوريتايزيشن، هلا صار بمرق بمرحله البري تيست فيكسز. الثغرات اللي بدهم يتسكروا لازم يمرقوا بمرحله التستينج.
إذا كان التست ناجح بنتقل لمرحلة الريميديشن اللي هو تطبيق التست على البرودكشن سيستمز. في آخر مرحلة عنا الفيريفيكيشن، أنا طبقت الفيكس على الشبكة على البرودكشن سيستم، هلأ بدي أتأكد هل تطبيق الفيكس الحالي سكر لي الثغرة أو لا، وبترجع بتنعاد هاي اللوب based on schedule. أول step هي tracking the inventory and categorization of assets. بالمجمل نحن لازم نكون متفقين إنه أي شيء أنا بدي أحميه ما فيني أحميه إذا ما كنت بعرف شو هو هذا الشيء. فأنا فرضاً ممكن يجي لعند السكيورتي تيم حدا من الإكزيكتيف يقول لهم إنه لازم أنتوا تحموا لي الشبكة اللي عندكم إياها. كلمة الشبكة هي كلمة عامة، فحماية الشبكة لازم أكون عارفان شو موجود بقلب الشبكة بالمرحلة الأولى. ومن هون إجت أهمية الأسيت إنفنتوري، إنه لازم يكون في عندك إنفنتوري كل شيء أسيتس كونكتد عندك بالنتورك. ممكن تقسم هدول الأسيتس لوجيكلي أو فيزيكلي حسب اللوكيشن أو حسب البزنس يونت أو تايب. هاي التجهيزة هي operating system ولا network أو حتى كسيرفيس، شو السيرفيسز اللي بتقدمها. بالمرحلة الثانية نعمل prioritization حسب الريسك. طبعا prioritization عملية الأولوية هتساعدني بكذا نقطة، لأن ممكن based on policy يختلف السكان schedule. scan schedule هو كل إمتى لازم ينعمل إعادة scanning على الأسيتس. فتجهيزات معينة هي كثير كريتيكال، ممكن البوليسي تقول انه لازم ينعمل سكانينج خلال 7 ايام، ولكن تجهيزات تيستينج ممكن مرة بالشهر. حتى خلينا نقول كريسك اتسيل، فالكريتيكال بزنس سيستم الكريتيكال بوينتس اللي عليهم ممكن ما يتحملوا اكتر من يوم. خلينا نقول نعطي وقت للاي تي تيمز اللي بدهم يسكروا الثغرات اكتر من يوم حتى يسكروا هاي الثغرات الكريتيكال، ولكن على السيستم الثانيين ممكن نتحمل 7 ايام او شهر حتى. فعملية البريورتايزيشن سهلت علي كيف فيني اشتغل انا لحتى اسكر الثغرات. ثم نقصد بالاسد كلاسيفيكيشن، هذا السلايد تابع للستيب الاولى. في عنا 3 طرق لتصنيف الاسد. في عنا اول طريقة هي داتا كلاسيفيكيشن، تصنيف الأسيت بناء على سنسيتيفيتي الداتا اللي عليهم، قديش الداتا اللي عليهم حساسة، قديش المعلومات قيمة بالنسبة لنا كشركة. ممكن يكون عندنا مثل هيك كلاسيفيكيشن: توب سيكريت، سيكريت، كونفيدنشال، وان كلاسيفايد. فكل شيء اي بي عليها معلومات توب سيكريت فهي تعتبر توب سيكريت سيستم، سيكريت فهي سيكريت، وبالتالي في دايركت مابينج بين السيستمز والداتا اللي عليهم. النقطة الثانية System Classification Criticality، هون منقول Mission Criticality. الشركة عندها رسالة بالبزنس، عندها Mission بدها تقدمها، وهي Mission قائمة على Systems. فهدول Systems قديشون Critical بالنسبة للسيرفيس. ممكن يطلع عنا تصنيف مثل هذا اللي شايفينه بالصورة الثانية اللي هو Platinum، هذا أكثر الأنظمة الحساسة والمهمة. ممكن Gold، هذا كتير مهم ولكن دون البلاتينيوم. سيلفر اند برونز، كل واحد له اتريبيوتس معينه. مثلا بلاتينيوم ما بيتحمل اوتج ولا لحظه، جولد ممكن يتحمل بعض اللحظات من الاوتج، سيلفر ما عندي مشكله انا اذا ضاعت البيانات لاخر نسخه باك اب، برونز ممكن يتحمل سيرفيس ريستارت وحتى الداتا اللي عليه ممكن اتحمل خسارتها لاخر باك اب اخذينه. طبعا مجرد ما كان عندي تصنيف صحيح صار فيني اقدر اعمل تقييم للامباكت، للتاثير، تاثير اي اتاك، تاثير اي اكسبلويتيشن للثغرات عندي اياها. طب شو فينا نخسر، او خلينا نقول شو بنخسر نحن بعدم وجود التصنيف؟ حكينا مثال التو سيرفرز اللي عليهم اي اي اس سيرفر بده باتشين. بنفس السياق فينا نقول انه بدون وجود بروبر كلاسيفيكيشن حيكون عندي كل الثغرات اللي هي كريتيكال الى نفس الاولويه. فاذا عندي 1000 ثغره كريتيكال انا مالي عارفان اي ثغره من هدول الثغرات لازم سكرها اولا، ولكن بوجود الكلاسيفيكيشن صار فيني اقول الثغرات اللي هن كريتيكال على السيستم اللي هو توب كريتيكال هو بلاتينيوم فور اكزامبل، هدول لازم يتسكروا قبل. بعدين بيتسكر وراهم الثغرات اللي هن على السيستم الجولد، بعدين ممكن انتقل للهاي على البلاتينيوم قبل ما انتقل للكريتيكال اللي على السيلفر. طبعا هذا كله بتضبطه البوليسي، Vulnerability Management Policy.
المرحلة الثانية بعد ما عملنا asset classification و asset inventory هو نبلش ب exercise scanning. طبعا السكانينج فيه يعمل لي ايدنتيفيكيشن لكل شيء اي بيز عندي اياها ويقدر يرجيني شو في عليها ثغرات امنيه. بعد ما نعمل الاكسرسايز نعمل السكانينج فينا نعمل جنريت لريبورت. هذا الريبورت فيه كل هي التفاصيل وممكن حتى هو يكون فيه فانكشنال بريوريتي انه يطالع لي التوب اتاكس اللي صايرين على اي بيز معينه. المرحلة الثالثة كمان بنرجع على التصنيف ولكن هون تصنيف الريسك وليس تصنيف الأسد. ناتج الستيب اللي قبل هاي اللي هي Vulnerability Scanning حيطلع عندي ريبورت كتير كبير. بالنسبة إلي تسكير كل هاي الثغرات أو كل الشركات هي عملية شبه مستحيلة. تسكيرهم كلهم at the same time بنفس الوقت هي مشكلة كتير كبيرة. بالإضافة لأعدادهم الهائلة اللي حيصعب على الأوبريشن تيم تسكير هاي الثغرات. من هون ارتقوا إنه لازم يكون في لكل ثغرة في إلى كريتيكاليتي معينة. هاي الكريتيكاليتي إذا منمزج بينه وبين الكريتيكاليتي تبع الأسد تعطيني accurate decision شو هن الثغرات اللي لازم يتسكروا أول. On general خلينا نقول كل ثغرة بيتم اكتشافها إلى واحد من هدول الأربعة severities. قد يكون critical, high, moderate and low. خلينا نفهم شو المقصود بكريتيكال. كريتيكال معناه انه اي حدا بيستثمر هي الثغرة هو بياخد root level access. root level access بنقصد فيه الفول باور على تجهيزة معينة. فثغرة السيفيريتي تبعها كريتيكال حدا بيستثمرها ممكن ياخد root access privileges. النقطة الثانية اللي بتطلع فيها الثغرات كريتيكال انه الاكسبلويتيشن تبعها هو عملية كتير بسيطة. كيف يعني عملية كتير بسيطة؟ كلنا بنعرف انه في تولز موجودة بتوزيعات مختصة بالسيكوريتي شغلتها هي التولز الاكسبلويتيشن. فبيكون فيها ريبوزيتوري مستودع من السكريبت اوف اكسبلويت. فكل شيء اكسبلويت ممكن بدنا نستثمره على تجهيزات معينة تكون موجودة بلت ان. فأنا باستخدام هاي التول فيني أبني أقول إنه عندي التارجت هو هذا الاي بي البورت اللي بدي أستهدفه هذا البورت حط لي هاي الإكسبلويتيشن بكوماند واحد بنقدر نستثمر هاي الثغرة. فالثغرات اللي عملية استثمارها هي كتير بسيطة باستخدام إكسبلويتس مكتوبة ومعملها بابليش على الإنترنت أو على هاي التولز فهي بتكون كريتيكال. هاي البوينتس اللي هن هاي vulnerabilities اللي هن هاي الامباكت تبعهم بيكون كتير كبير ممكن يعطوني root level access او ممكن يسببوا فقد بالبيانات او service disruption ممكن يأثر على السيرفيس بداون تايم كبير. ولكن ليش هن هاي ولو انهم بيشتركوا بالخطورة مع الكريتيكال؟ الاكسبلويتيشن تبعهم بيكون صعب يعني ما له بهالسهولة يقدر يستثمر هاي الثغرة. شغلات بتأثر عليها ممكن للثغرات انه لحتى نستثمر الثغرة الهاي لازم يكون اوريدي معي انا لوكال يوزر او نورمال يوزر حتى اقدر اعمل اكسبلويتيشن لهي الثغرة. او ممكن لازم يكون دايركت كونكتد بقلب اللان ما فيني استثمرها من الانترنت. او لازم يكون شايف بورتس معينة على التجهيزة. فهذا الفرق بين البوينت vulnerabilities اللي هن critical والvulnerabilities اللي هن high. التصنيف الثالث هو moderate. moderate يعني متوسط. بيندرج تحتهم كل شيء denial of service vulnerabilities من الصعب انه نقدر نستثمرهم. فdenial of service والset up تبع الexploit صعبة فهي بتندرج تحت moderate classification. كل شيء exploits ممكن تعطينا limited access يعني خلينا نقول exploit ثغرة معينة بخليني نفذ بعض الكوماندز أو تشغيل بعض الاكسكيوتابلز على تجهيزة معينة فهي بتندرج تحت المودريت. النقطة الرابعة اللي هي لو اللو الامباكت تبعها أكيد رح يكون كتير خفيف يعني ممكن حدا استثمر هي الثغرة يقدر يقرأ خلينا نقول فايل معين وهذا الفايل هو بيتم دايركتوري وما له مهم. المرحلة الرابعة بعد ما قدرنا نشوف شو في عنا ثغرات وطلع من التول اللي عم نعمل فيها سكانينج طلع في ريبورت فيه كل شيء ثغرات وكيفية تسكير هي الثغرات حننتقل لمرحلة التسكير.
تسكير الثغرات. ما قبل التسكير حكينا احنا لازم يكون في عندي تيستينج، فقبل ما اطبق اي باتش واي فيكس لازم اكون عامل تيستينج لعده اسباب. اول شيء السكيورتي باتش نفسه ممكن يكون فيه فيلنربيليتي، فلازم يكون عامل له تيستينج على تيستينج بلاتفورمز، تيستينج انفايرمنت قبل ما اطبقه على البرودكشن انفايرمنت. النقطة الثانية ممكن يعمل كونفليكت مع ابلكيشن ثاني، او ممكن ما يكون كومباتبل مع السيرفيس اللي هي رننج على هذا الهوست. النقطة الثالثة حكينا عليها البري تيست، اكيد لازم اكون قبل ما اطبق على البرودكشن لازم اكون مطبق على التستينج. بعد ما نعمل كل التيست ونتأكد انه هذا الباتش بتطبيقه ما اثر على شيء ثاني، ما عمل كونفليكت، ما فيه مشكلة سيكوريتي، فينا ننتقل لمرحلة التست تطبيق على البرودكشن. طبعا بهي الستيب فينا نعمل عملية سكانينج من اول وجديد، نتأكد من انه تطبيق الباتش هذا سكر لي الثغرة قبل ما اطبق الباتش على كل شيء برودكشن سيستمز، وبعدين نشوف انه تسكر الثغرة او لا. مرحلة تطبيق الباتشينج انا وصلت لديسيجن بيقول انه هذا الباتش بيقدر بيسكر لي هاي الثغرة، وهدول التارجت سيستمز اللي لازم يطبق عليهم هذا الباتش. General guidelines إنه تطبيق الفيكس لازم يكون as quickly as possible، لأن بالنسبة إلنا في سباق بالوقت بين التيم اللي مسؤولين عن السكيورتي وبين الهاكر اللي عم يحاول يعمل هاكينج، فتأخير ساعات ممكن يؤدي إنه هاكر معين يستثمر هاي الثغرات إذا ما عمل باتشينج بالوقت المناسب. أكيد لازم نعطي priority للcritical systems قبل ما نطبق الفيكس على سوليوشنز او على سيستمز ما الى هي البريوريتي. حكينا على هي النقطه. ممكن نسهل على الادمنستريتور تطبيق الباتشز باستخدام باتشنج مانجمنت سوليوشنز. فانا الباتش ممكن احطه بسنترلايز تول، هاي التول تقدر تعمل له بوش على الاجهزه وتعمل ديبلويمنت، وبالتالي ماني مضطر يكون في عندي موظف عم يعمل مانوال انترفينشن عليهم تجهيزه ليطبق هذا الباتش. المرحله السادسه والاخيره اللي هي ريسكانينج. اكيد الريسكانينج كثير مهم، ممكن يكون الباتش اللي انا طبقته ما له مسكر لي هي الثغره، فلازم بعد ما عملت التطبيق الحل الامني اتاكد الثغره انحلت 100%. ممكن يكون هذا الشيء بده جهد اضافي، ولكن على الاقل على الكريتيكال اسيتس لازم نعمل هذا الاكسرسايز. بعد ما ننتهي الريبورت اللي عملنا فيه الفاليديشن لازم نعمله جنريت ونحفظه بمكان معين انه نحن نظهره قدام الاوديتر او اي جهه عم تعمل علينا اوديتنج. اكيد بالريسكانينج ممكن يطلع عنا ثغرات ما زالت موجودة بالرغم من تطبيق الباتش، ممكن يكون الباتش نفسه ما هو الباتش المناسب، أو ممكن الأدمينستريتر عامل داونلود لباتش خاطئ. فهون إذا ضلت المشكلة عنا إياها لازم نرجع نفوت بالسايكل، نرجع نعمل الأسسمنت لنشوف كيف هنا نسكر الثغرة من أول وجديد. هننتقل لنقطة كتير مهمة اللي هي Secure Baseline Configuration. Secure Baseline Configuration هو من المواضيع المهمة. نرجع نربط هذا الشيء بالنقطة اللي حكيناها بأول البرزنتيشن، إنه في عندي مسببين للثغرات اللي هن إما عيب برمجي أو عندي مشاكل بالConfiguration. Secure Baseline Configuration بحلل لي جزء من ثغرات الConfiguration لمستوى كتير مهم. كلنا بنعرف إنه السيستمز والبلاتفورم بيشتغلوا على Configuration Files، فحسب الConfiguration Files شو موجود جواته configuration تشتغل هاي البلاتفورم. لكن الconfiguration اللي بيجي باي ديفولت هو ماله الاوبتيمال، ماله هو السكيور، ولازم نحن نشوف لكل بلاتفورم شو هو الريكومندد او البيست براكتسز configuration لحتى نطبقه على الاسيتس لتكون سكيور. السكيور baseline configuration هو secure configuration بالتعريف، ولكن هو ماله الادفانس Secure Configuration، هو بيعطيني Basic Level of Security. Basic Level of Security على الأقل بيخلصني من كل شيء مشاكل بالDefault Configuration أو كل شيء Well-known Misconfiguration Issues، شغلات معروف أن الأشخاص والAdministrators بيحطوا هذا الConfiguration بشكل خاطئ، فبيجي هذا الستاندرد بيعالج لي هون. هو كتير مهم بالنسبة للSecurity Team، وحتى أوقات شفنا أنه في Audit Exercises بيجي بيعمل auditing على configuration وبطلب انه secure items تكون مطبقة على البلاتفورم.
ومين هن الجهات اللي بيعملوا خلينا نقول ريليز اصدارات لسكيور كونفيجريشن ستاندرد؟ في عندنا ثلاث جهات حنحكي عليهم. في عندنا سنتر اوف انترنت سكيورتي اللي هي الاشهر بالعالم. سنتر اوف انترنت سكيورتي بيعملوا اصدارات للسكيور كونفيجريشن بسموهم بنش ماركس لكل بلاتفورم. من البلاتفورم بيكون في عندي سكيور كونفيجريشن. في عندنا ديفنس انفورميشن سيستم ايجنسي بامريكا. في عندنا ناشونال انستيتيوت اوف ستاندردز كمان هذا بامريكا. هذول الثلاث جهات بيعطونا هذول الستاندرد publicly available لأي حدا بالإنترنت فيه يستخدمون وfree for of charge. طيب شو حاجتنا للsecure baseline configuration؟ avoid killing switches of default configuration. نرجع منكرر إنه default configuration ممكن يكون فيه مشاكل كثير كبيرة. من ضمن default configuration في عنا default username و default password اللي هن من الأشياء اللي كثير بيبحث عنهم الهكر لأنه هو يستثمرون، فهنا بيوفروا عليه عناء كثير كبير. الفائدة الثانية إنه يكون في عندي secure template. الشركات ما عندها جهاز واحد من كل نوع، يعني خلينا نقول في عندي ويندوز سيرفر 2019، فما منلاقي بشبكة في عندنا ويندوز سيرفر واحد، ممكن نلاقي مية أو آلاف من الويندوز سيرفرز 2019. فبيساعدني secure baseline بإني أبني secure template. هاي التمبلت فيني أستخدمها لما بدي أعمل لما بدي أضيف سيرفر جديد أو سيرفيس جديدة. الفائدة اللي بعدها هي إني أعمل ريفيو على التشينج. أي حدا عم يعدل بالكونفجريشن صار فيني أعمل عليه أوديتينج، أشوف الأشخاص اللي عدلوا الكونفجريشن بحيث إنه تغير عن السكيور بيز لاين اللي أنا معرفه. طبعاً بيفيدني بالكومبلاينس للفريموركس وستاندردز عالميين كتير مشهورين اللي هن النست والآيزو والبي سي آي وغيرهم. حتى أوقات مثل ما حكينا كومباني بوليسيز بيكونوا طالبين إنه لازم البلاتفورمز اللي موجودين يكونوا مطبق عليهم البيز لاين سكيور كونفجريشن. حنعطي بعض الأمثلة عن السكيور كونفجريشن. ويندوز أو لينوكس الأكاونت لوك أوت ديوريشن اللي هي قديش المدة الزمنية اللي بيقفل فيها الأكاونت قبل ما ينعمل له أنلوك. فإذا في شخص معين أو جهاز معين حاول بيوزر أحد الأشخاص 3 attempts أو 5 attempts فبيقفل الأكاونت تبع هذا الشخص، ولكن لازم يكون محطوط ديوريشن معينة لأنه يرجع يفتح الأكاونت بدون تدخل هيومان حدا من الموظفين الهيلب ديسك فور إكزامبل. لأن عدم وضع هذا البراميتر حيتطلب وجود هيلب ديسك على طول اونلاين ليقدر يفك اكاونت الموظفين، وبالتالي ممكن يعمل دينايل اوف سيرفيس. فهذا ايتم من الايتمز بويندوز اور لينكس كسكيور كونفيجريشن. ريتين سكيورتي لوج قديش المده الزمنيه اللي بيحتفظ فيها باللوج واللوكيشن اللي بيتخزن فيها السكيورتي لوج. اللو لوج اون لوكالي على السيرفر فور اكزامبل. اللو لوج اون لوكالي هي بتخلي اي شخص عنده physical access على المشين انه يعمل login. كبست براكتس بيقولوا انه فقط الادمنستريترز لازم يكونوا قدرانين يعملوا login locally اذا عندهم physical access، ما يكون في access لاي حدا تاني. اذا بدنا نحكي secure configuration examples for network devices for example اول item forbid SNMP read access اني امنع اي حدا يقرا الconfiguration over SNMP اللي هو Simple Network Management Protocol يقدر يقرأ الconfiguration تبع تجهيزات النتورك. Insecure Services في Services بتجي مع Network Devices Enabled by Default ممكن تمكن حدا يقدر يوصل للويب كونسول للمانجمنت لهي التجهيزات، فهذا لازم يكون معمله Disabled. Neighbor Authentication OSPF أو RIP هدول Protocols مسؤولين عن الراوتينج، فالمفروض الانفورميشن اللي بتجيني من جهاز بقلب الشبكة بعتبره أنا authorized يبعث لي هي المعلومات، لأن أنا عن طريق استخدامها حعدل شغلات موجودة عندي كراوتينج. لازم يكون مطبق authentication. هذا authentication بضمن أنه ما يجي أي جهاز غريب بقلب الشبكة يبعث لي معلومات خاطئة يحاول يعمل redirect للترافيك عليه. إذا بدنا نحكي IIS كويب سيرفر في عنا ثلاثة examples. أول example أنه FTP service تكون encrypted. كلنا بنعرف الـ FTP بروتوكول هو Plain Text بروتوكول، فلازم يكون encrypted لأنه هو مسؤول عن نقل الملفات.
بحيث انه ما حدا موجود وكونكتد معي على نفس النتورك يقدر يعمل سنيفنج لهدول الفايل او حتى يقدر يعمل سنيفنج للكريدنشال. اللي بعدها هي ديسيبل RC4. RC4 هو ويك انكريبشن بروتوكول، ممكن حدا عم يعمل سنيفنج لهي الانكريبشن كوميونيكيشن يقدر يعمل بريكنج لهذا الانكريبشن ويقدر يوصل للمعلومات الحساسه المشفره. ويب دايركتوري نوت اون سيستم بارتيشن، نحن عاملين ببلش لويب سيرفر لازم ما يكون موجود على نفس السيستم بارتيشن، فرضا بحاله ويندوز ما يكون معمول ببلش للويب سيرفر على القرص سي اللي هو قرص النظام، لازم يكون معمول قرص ثاني معمول بليسنج للفايل تبع الويب سيرفر معمول ببلش عن طريقه. بقيان عنا آخر قسم بالجزء الثاني، بعد يوم ننتقل للديمو. مشان الأسئلة أي حدا عنده سؤال بتمنى يكتب بالتشات بوكس ونحن فينا نجاوب عليه إن شاء الله. هلأ عنا ملاحظات، فعليا هو هذا آخر سلايد. كيف فيك تختار أفضل Vulnerability Management Solution؟ أول نقطة لازم تكون موجودة عندنا Type of Scanning. شو Type of Scanning اللي بيأمن لي؟ هل هو Black Box Only؟ White Box Only؟ Black Box شو ممكن يعطيني فوائد؟ Black Box والWhite Box الاثنين شو ممكن يعطوني فوائد؟ النقطة اللي بعدها أنه شو بيقدر بيعمل Scanning لبلاتفورم؟ هل هو عنده Limitation على Devices معينين؟ خلينا هون نكون عم نعطي تحديدا على الويب ابلكيشنز. سكانينج الويب ابلكيشنز بالغالب بيكون بدك سبريت تول، فانت في عندك فلنربيليتي اسيسور بيعمل اسسمنت لكل شيء بلاتفورم، لما بيوصل لويب ابلكيشن فهو ما له قدران يكتشف الثغرات بهذا الويب ابلكيشن، فلازم يكون السوليوشن اللي عم ناخده مضمن فيه كل شيء فانكشنز، لان وجود عده خلينا نقول حلول تعطيني نفس الفونكشن ولكن هن موزعين ممكن يصعب هذا الشيء على الأشخاص اللي عم يعملوا على هاي البلاتفورم. Reporting capabilities كتير مهمة. الأوتبوت تبع السوليوشن هو عبارة عن Reporting، يعني آخر شيء الأشخاص كExecutives لازم يشوفوا الريبورت بشكل منظم، والأشخاص اللي بدهم ياخذوا الأكشن كمان لازم يصلهم ريبورت كامل مفصل بتفاصيل الثغرة وبأفضل طريقة لحل هي الثغرات. Distributed Architecture ممكن نشوف Solutions هي عبارة عن All-in-One، إنه أنت مالك خلينا نقول لتعمل Scanning بقلب Network كاملة لازم يكون قدران تشوف كل شيء Assets، ولكن Segmentation بقلب Network عنا ياها ممكن يكون بيمنع هذا الجهاز من هي Security Zone إنه يشوف تجهيزات ممكن بSensitive Zone. فالديستريبيوتد اركيتكتشر بتخليني انه باماكن معينه ما عندي نتورك كوميونيكيشن اني ابني هنيك سكانر، اعمل انستليشن للسكانر، هذا السكانر مسؤول عن هي الزون. وحتى كديستريبيوتد اركيتكتشر في سوليوشنز ممكن تعطيك بايلوت لايسنس. بايلوت لايسنس اذا في عندي نتورك سيجمنت ايزوليتد توتالي ايزوليتد ما فيه حدا يقدر يوصل له عن طريق النتورك، هي ممكن تكون تعمل عمليات حسابية معينة، فعندك خيار إن تروح physical access هنيك تشبك اللابتوب مثلاً وعليه software installed إنه تقدر تعمل scanning لهي الأسس. بدون وجود هي flexibility أنت ما عاد عندك الإمكانية تشوف شو في عليهم ثغرات هذول البلاتفورمز. آخر نقطة وهي نقطة كتير مهمة، power of research team. solution بالكور تبعه بيشتغل على الثغرات اللي هو عنده إياها. الثغرات اللي موجودة عنده هي معمول بناء عن طريق security researcher عند الفندر تبع السوليوشن، فلازم يكون في powerful research team موجودين. هدول research team يكون في منهم experts بيعملوا penetration testing، يكون في عندهم experts بيعملوا incident response، في منهم experts بيعملوا malware analysis، في شيء بيعمل threat intelligence researchers، بحيث انه ناخذ اكبر قدر ممكن واكبر فائده ممكنه من السوليوشن اللي عندنا. يعني فاذا كانت النولج بيز الموجوده بالسوليوشن ما عم نعمل لها ابديت بشكل متواصل وفي ثغرات بتنخلق وبتطلع على الانترنت وما معمول ابديت عنها على اللوكال سيستمز،
ففي احتمالية كتير كبيرة إنه تنصاب التجهيزات بقلب النتورك ب فيروسز معينين أو أتاكس معينين. هذا كان كل شيء مرتبط بالجلسة، الجزء النظري. بتمنى أي أسئلة أو استفسارات عندكم إياها بالوقت الحالي تبعتون لنا إياها على الشات بوكس. إذا عندكم أسئلة أو استفسارات لاحقة فيكم تبعتون لنا إياها على الإيميل. هنعطي هلأ 5 دقائق لفترة الأسئلة، اللي عنده أي سؤال فيه يكتب لنا إياها ونجاوب عليهم. بعدين هنطلع بريك نص ساعة وننتقل بعديه للديمو. هلا معناتها ما في اسئله. 12 وربع ان شاء الله نحن بنرجع بنكفي بالديمو ان شاء الله.